الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. مدد يا رب مدد، بلا حصر ولا عدد، من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تقطع عنا رفدك ولا تقطع عنا مددك، اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب منهاج العارفين إلى جنة رب العالمين للإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وأما الخروج عن الذنوب والتخلص منها، فاعلم أن الذنوب في الجملة ثلاثة أقسام: أحدها ترك واجبات الله سبحانه وتعالى عليك من صلاة أو صوم أو زكاة أو كفارة أو غيرها، فتقتضي ما أمكنك منها الذنوب الأول حاجة ترك الواجبات، وترك الواجبات ده هو ما أمر به الله، ما أمر الله تعالى به، سواء كانت أركانا أو واجبات، أركانا للإسلام أو واجبات. أحدها ترك واجبات الله سبحانه وتعالى، ترك واجبات الله سبحانه وتعالى عليك من صلاة أو صيام أو زكاة أو كفارة، لأن الكفارة واجبة في مقابل ارتكاب محظور، فده نوع من الواجبات أيضا الكفارة، ها النذر، كفارة اليمين وكفارة النذر وكفارات الظهار دي كلها واجبات أيضا. فتقضي ما أمكنك منها بالترتيب بتاعها الشرعي حسب نوع الكفارة. والثاني ذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، اللي هي المعاصي أو المناهي، المنهيات، ارتكاب المنهيات فتتوب منها. والثاني ذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى كشرب الخمر وضرب المزامير وأكل الربا ونحو ذلك. فشرب الخمر كبيرة، أكل الربا كبيرة من المهلكات الموبقات، ضرب المزامير عند الجمهور صغيرة، أن ضرب المزامير في خلص، أن ضرب المزامير هذا عند جمهور الأئمة الأربعة صغيرة على من قال بالتحريم، من قال بالتحريم قال أن ضرب المزامير وما إلى ذلك صغيرة من الصغائر، وأكل الربا ونحو ذلك كل المخالفات الشرعية. فتندم على ذلك وتوطن قلبك على ترك العود إلى مثلها أبدا. يبقى علاج الواجبات أن تقضي ما عليك ما أمكنك وتستمر في عدم ترك الواجبات، وعلاج المنهيات أن تندم على ذلك وتوطن قلبك على ترك العود إلى مثلها أبدا. والثالث ذنوب بينك وبين العباد، وهذا أشكل وأصعب، وهي أقسام. اعلم أن كل ذنب للعباد هو ذنب لله تعالى أولا، كل ذنب للعباد أو حق للعباد هو إيه؟ ذنب، والذنب هو في حق الله تعالى أولا ثم في حق العباد. طيب ذنوب بينك وبين العباد، فالذي جعلها ذنبا أي محرما أنها محرمة في حق الله تعالى أولا ثم تعلقت بحقوق العباد،
وهذا أشكل وأصعب، وهي أقسام قد تكون في المال وفي النفس، في المال بالسرقة أو الغصب أو الاختلاس أو ما إلى ذلك، وفي النفس إما في قتل النفس العمد العدوان أو قتل الخطأ أو في جناية الأعضاء، وفي العرض وهي في أحد القذف وما إلى ذلك، وفي الحرمة أي في حرمة المسلم، وفي الدين. فما كان في المال فيجب عليك أن ترده، أن ترده عليه إن أمكنك. طيب، يبقى في المال بل تعتبر إلى أن تموت دينا في عنقك ترده. فإذا علمت من اغتصبت منه المال أو سرقته أو اختلسته فتبت إلى الله وأردت أن ترد ذلك، فيجب عليك الرد إلى أن تموت. إن شاء الله أنك تضيق على نفسك في المأكل والمطعم والمشرب والملبس والمسكن عشان ترد دي هذه ديون عليك، خلاص؟ فيجب أن ترده عليه إن أمكنك إلى أن تموت. حتى كان رضي الله عنه أرضاه الشيخ العدوي لما اعتبر أن المال المأخوذ في مقابلة الأشياء المحرمة من التمثيل فهذا مال حرام، فقال إن هو إيه يعني يتصدق بجميع ماله. طب قال له لو خرجت من كل مالي هعيش إزاي؟ قال له أنت معك ملايين. فقال له خد قدر تستطيع أن تعيش به عيشة شريفة، مش لازم مرفهة أوي، عيشة حسب ما أنت تستطيع، وإيه اخرج من بقية المال بالتصدق به، خلاص. وبعد ذلك القدر الذي أخذته حاول تأخذ منه قدر تديره كمال حلال في حاجة حلال، والذي ينتج عنك يبقى أنت مثلا كان عليك مليون، خرجت من 900 ألف، فمعك 100 ألف، خذ قدر أيضا مثلا 100 كمان وديو، بشرط 100 دي ما تديرها ها تدر لك ربح فتسدد الايه 800 الباقين، قصدي 200 الباقين، خلاص. يبقى عليك 200، هتدير المال ب100 وتعيش ب100 وتسدد ال100 بشرط تخرج من كل المال الحرام وتبقى ملك حلال كل. ان ترده يجب علي، فيجب عليك ان ترده عليه ان امكنك، والامكان ده لا ينتهي الا بالموت. افرض واحد قريبك مات غني، قمت انت سددت كل ما عليك، خير خلاص ماشي، لكن تخرج من المال الحرام يقينا حتى تبرأ ذمتك لله تعالى. فإن عجزت عن ذلك لعدم وفقر فتستحل منه، انك انت تروح تقول له ان انا يعني اخذت منك مال من غير قصد او بقصد او اي شيء، فتستحل منه في الدنيا قبل ان لا تستطيع ان تستحل منه في الآخرة، فيأخذ من حسناتك أو يوضع عليه من سيئات، يوضع عليك من سيئاته. فإن عجزت عن ذلك لعدم وفقر، وجدت أن الأمر مش قادر أنك أنت تحصل مال عشان تسدد ما عليك من المال الحرام الذي أخذته بالحرام، ها فتستحل منه. تستحل منه لو رحت وقلت له جايز أن هو يشهد عليك ويوقع عليك عقوبة بالسجن أو بإيه ضيع حياتك، فإيه وجدت أنك هيعمل كده فيك، يبقى إيه فإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته وأمكن التصدق عنه فافعل، أو عجزت لأنك خشيت على نفسك ضررا أكبر من أنك أنت تعترف له، ها، او ان مش هيحللك، انت هتقول له ايه؟ طب انا هسدد لك بقدر الامكان، يقولك لا انا مش مسامحك برضه حتى لو سددت، يبقى ضيق عليك الامر هو. فانت لو وجدت ان هو ليس من اهل القبول، ها، انتقل الى ما بعده. فان عجزت عن ذلك لغيبه الرجل او موته، ها، او ما الى ذلك طبعا، ككونه لا يقبل عذرك في ذلك ولا يعذرك ولا يسامحك ويحللك من ذلك، وأمكن التصدق عنه فافعل. كل ما يجيلك مال تصدق بقدر الإمكان عن هذا، خصوصا في هذه الحالة إذا كان المال غير معروف من أخذت منه، خلاص، زي السارق ساعات يسرق في اللي هو اسمه الطرار، الذي يسرق في الأتوبيس هذا، ها، يده خفيفة، اسمه طرار عند السادة الأحناف، طرار
الذي يسرق المال خفية. ها ها نشال يعني نشال. فده مش عارف مين اللي سرق منه، اقول له يتصدق بقدر الامكان الى ان يشعر ببراءة ذمته من المال الحرام. خصوصا يبقى التصدق ده في حالة اذا كان غير معلوم من سرقت منه او من اختلست منه خلاص، لكن لو كان معلوم يبقى بشخصه يبقى تتبع المسالك الاولى انك ترد المال عليه. ورد المال عليه ده برضو فيه مشكلة. افرض انت هتقول له انا سرقت منك وخد الفلوس، يقول لك برضو انا مش مسامحك واخد الفلوس. طبعا انا استفدت ايه؟ يبقى ممكن ان احنا نعمل ايه، يضع الفلوس في مكان كأن يضعه في خزنته، ها يدخل بيته ويضع الفلوس فاصبحت كده وصلت ليه، ماشي يعني ده اقل ما يمكن. اما اذا صرح يعني واحد انقطعت علاقته بيه ومش مهم ان بقى يدعي لي ما يدعيليش يقبل ما يقبلش، انا سددت له الفلوس قلت له خد فلوسك ايه انا كنت واخدتها منك غصبا او كنت في حاله وما الى ذلك، يعني استبرئ باي شيء بشرط ان تقع الفلوس في يد الايه المسروق منه او المغصوب منه او المختلس منه الفلوس النقود. لا انا عايز مثلا يروح يزوره ويزوره ويسيب الظرف جوه ويسيب، ساله قال له والله الفلوس دي كانت ليك عليا وانا نسيت اديها لك، والله ده انا هيقول له انت ما اقترضتش مني، يقول له طب ده انا نسيت ان انا اقول لك ان انا اخدت، معلش اعفو عني بقى وده عندك فلوسك خلاص. واحد جاي له فلوس يقول له لا، ما هو الناس بقت نفوسها ضيقه صعبه نفوسها ظلمانيه، يتحايل في ايصال المال اليه بشيء من اليقين. يقول الشافعيه في الكتب كده لو انك اغتصبت من رجل طعاما ثم اتيت اليه بطعام فقلت هذا الطعام لك كله، يبقى كده اكل هو المال المغتصب منه فتستحل انت منه بذلك، يعني اجعل اي طريقه للاستحلال بشرط تتحلل وتستبرئ منه في الدنيا. اهو ده غير معروف فاتصدق عنه، يبقى انا اتصدق في هذه الحاله بنية التخلص من مال حرام. المال العام ده غير محدد الشخص اللي انا اخدت منه، فيبقى هنا ما فيش علاج غير اني اتصدق بيه، وخصوصا لو قدرت اوصله للمكان ان انا اخذته منه، ماشي. زي مثلا خزنة جهة معينة اخذت منها يبقى انا احطه في الخزنه دي، يقول باي حاجه بقى زي ما هو عايز خلاص، والشخص الخاص لا يحاول يوصل. فان عجزت عن ذلك لغيبه الرجل كان غائب او موته او امكن التصدق عنه فافعل، تصدق عنه بنيه ايه ياتي يوم القيامه فيجد صدقه عظيمه في 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 الصدقات عظيمه في صحيفته، فايه يقول ده فلان فيقول ايه انا عفوت عنه. وان لم يمكن فعليك بتكثير حسناتك والرجوع الى الله بالتضرع والابتهال ان يرضيه عنك يوم القيامه، ان عجزت عن ده كله ها وعن الصدقه عنه وما الى ذلك فادعو الله له وادعو ليك ان ربنا يغفر لك وله، لعل ايه ان إيه فما يجد هو ايه ان ربنا غفر له يوم القيامه او هذا الدعاء بالمغفره ازال عنه بلاء ها فهو يغفر لك يوم القيامه. وإن لم يمكن فعليك بتكثير حسناتك والرجوع إلى الله بالتضرع والابتهال أن يرضيه عنك يوم القيامة. يوم القيامة طبعا هنا دليل التوبة تكثير الحسنات ها والرجوع إلى الله والتضرع والابتهال خلاص، ده علامة صدق توبتك في الاستبراء من المال الذي أخذته وهو حرام. وأما إن كان في النفس أي إما حد قصاص قتل عمد عدوان أو قتل خطأ أو شبه عمد أو الجناية على الأعضاء فتمكنه من القصاص أو أولياءه، وده صعب حتى يقتص حتى يقتص منك، ده في حالة إيه قتل العمد العدوان، لأن قتل الخطأ أو شبه العمد ليس فيه قصاص، حتى يقتص منك الولي أو يجعلك في حل. فإن عجزت فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة. طيب لكن في حالة تانية وهي قتل العمد العدوان، وده صعب إنك أنت ترضيه، لكن ممكن إن احنا نتحايل على ذلك بشيء شرعي برضه،
بمعنى ايه؟ الحيلة الشرعية دي الحيل الشرعية تعتريها الأحكام الخمسة، في حيلة شرعية محرمة وحيلة شرعية واجبة. فمن باب الحيلة الشرعية انك انت تخرج بيها انك انت ايه تقول ان انا قتلت ليس عن عمد، تكذب وتقول للأولياء الدم انتوا عايزين ايه؟ لو كنت مليء ادي الدية اللي عليه، خلاص قال لك انت مليء مليونير ملياردير، قلت لهم عايزين 2 مليون وترضوا، قالوا لك ادفع 2 مليون. كنت فقير قلت لهم انا ما استطعش ادفع غير 100,000 اللي هما ايه دية الفضة، خلاص فايه تجيز انك انت تدفع دية الفضة، وعند ذلك تبرأ ذمتك كأنه انتقلوا من القصاص الى الايه الى الدية. اما لو كان قتل خطأ او شبه عمد فهو فيه الدية، ها ما فيهوش ايه القصاص، ها حتى يقتص منك او يجعلك في حل. فاذا انت كان في دية وتوافقتم على الدية، خلاص كنت فقير قلت هدفع 100,000 فدفعت 100,000 واستبرأت منهم في الدنيا، خلاص برئت ذمتك من ايه من الدية بتاعته يوم القيامة، وكأنك ما اديت ما عليك. وايضا في الحدود في الايه الجنايات على الاعضاء مثل ذلك. نعم يعني حسب الاولياء، لقيت الاولياء تظن بيهم ان دفعت اليهم يعني ما فيش داعي للكذب، ما لجأش اليه الا ما يكون خلاص يأسنا، لكن دفعت اليهم من يراودهم على ان ينقلوك في حالة القتل العمد العدوان من القصاص والقوت الى الدية، قول له قال لهم خدوا الدية وخلاص، او على الاقل يعيش ولاده وزوجته بالدية دية، ها او تنتفعوا بها، فانتقلوا من القصاص للدية، اقنعهم ذلك خلاص جائز لانهم عن رضا خلاص. وبعدين القصاص الان في بلاد الاسلام كله لا يقام القصاص، انما بيعملون عملية الثأر القتل كده عدوان، لان الثأر ده حرام خلاص، يجب القصاص يكون عن طريق الحاكم الذي يقيم القصاص بثبوت البينة ثبوت الجناية ثبوت الجناية وان القتل عمد عدوان، وبعدين ثبوت البينة عليها، وبعدين يصدر حكم من قضاء القاضي بالقصاص او بالدية، فيرجع اولياء الدم الى ايه ان يقنعهم من يقنعهم انهم بدل القصاص يكتفوا بالدية وياخذوا الدية ويتفقوا على الدية بعد كده معاه، ماشي. فبالطريقة دي يبقى استحل طالما اولياء الدم وافقوا على انتقال من القصاص الى الدية في حالة القتل العمد العدوان، او ما لهمش غير الدية في حالة القتل الخطأ او شبه العمد، يبقى ايه ما لهمش غير الدية. نحاول بقى نفوضهم في الدية، بمعنى ايه الراجل لو كان غني يدفع الدية كاملة، دلوقتي قد تصل الى 2 مليون جنيه اذا كان مليء، اما اذا كانش مليء ولا يستطيع فيتفق معهم على ما يرضيهم من استطاعته، فاذا هم رضوا خلاص يكتفي بذلك، لان هو الدية فيها ما هو فيه كمان العفو عن الدية، بل انه لو قال عفوت عنك، لو قال اولياء الدم للقاتل العمد العدوان عفونا عنك، يبقى كده ما ينتقلش للدية، لازم يشترط ان هو يكون بالدية، ده كده في كتب الفقه، ها في الفقه الشافعي يقول ايه، فاذا عفى عنه من غير شرط انتقال للدية يبقى العفو مطلقا من غير دية، اما عفوت عنك بالدية خلاص يبقى شرط الدية. فان عجزت فالرجوع الى الله سبحانه وتعالى والابتهال اليه ان يرضيه عنك يوم القيامة، اللي ايه القتل العمد العدوان ده. او ممكن الحالة الاخيرة دي تكون ايه، اولا لا ننتقل الى حالة الا بعد استيفاء الاولى، وان ما نقدرش نحققها خلاص. فان عفوت فان عجزت، يعني افرض واحد قتل واحد في الطريق السريع ومعرفش مات ولا ما ماتش، اهو يقعد يتصدق عنه ولا مات، لكن هو عارف ان هو مات لان الضربة كانت قاضية مميتة وتاب ومشي، ما يعرفش مين اللي قتل، هو لا يدري من الذي قتله، هو ضرب واحد في الطريق السريع ومشي خاف بقى بعد كده ما تتبعش الامر، فده في عنقه بديت انسان وقتل عنده عدوان، يبقى في الحاله دي ايه، فان عجزت فالرجوع الى الله سبحانه وتعالى والابتلال اليه ان يرضيه عنك يوم القيامه، والتصدق بقدر الامكان عن ايه الميت ده. واما في العرض فان اغتبته او بهته او شتمته فحقك ان تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده، وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك،
إن أمكنك هذا إذا لم تخشى زيادة زيادة غيظ أو هيج فتنة في إظهار ذلك أو تجديده، فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك ويجعل لك له خيرا كثيرا في مقابلته والاستغفار الكثير لصاحبه. طيب، وأما في العرض، طبعا في حد العرض وهو إيه؟ حد العرض اللي هو القذف، ها؟ ففي حد القذف طبعا حد كبير من كبائر، وحد القذف الحمد لله رب العالمين أنه جعله عند الشافعية أنه يقول هذا يغلب فيه حق الإنسان، هو حق مشترك بين الله تعالى وبين الإنسان، ولكن يغلب فيه حق الإنسان بأن يجوز أن يتنازل عن إيه؟ القذف. المخزوف يجوز له أن يتنازل عن حد القذف، جعل الله تعالى ذلك عند في الفقه الإسلامي، فيجوز يقول له يعني أنت تسامحني في ذلك، فإذا وجد أنه إيه؟ يبادر بمسامحة يقول له فيستبرئه في الدنيا، ولو عفى عنه خلاص ذهب حد القذف بالعفو، واضح بأن المخذوف يعفو عن القاذف. ده أول حاجة اللي هو في العرض. وبعدين في العرض اللي هي الكبائر بقى دون حد القذف، وهي الغيبة أو النميمة أو البهتان أو الشتم، دي أدنى أقل من حد القذف إلا أنها كلها كبائر أيضا. فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده، فإذا كان ذلك في قلبك فبين نفسك وقلبك، تقول إلا أنا عملت ده أنا كيف أغتاب، كيف أن أنا أبهت، كيف أن أنا أشتم في قلبي، فده من الأمراض القلبية. والإمام الغزالي يرى أن الأمراض القلبية أكثر مما ظهر في أنه كبيرة يعني، فيكذب نفسه في ذلك أولا بينه وبين نفسه، ثم إن كان اغتابه أو شتمه أو بهته أمام أحد فيكذب نفسه بين يدي من فعل ذلك عنده، يروح يقول له أنا كنت كذاب في الموضوع ده، أنا مش متيقن منه، أنا كده اغتبت وأنا بستغفر الله وبتوب إليه. خلاص، ما يهمنيش إن واحد أكون اغتبت واحد قدامه، إن أنا أستغفر أمامه، إن أنا أبرأ من هذا الأمر وأكذب نفسي فيه، ده اللي بيعمل ربنا. أنا اغتبت واحد ومع آخر شخص آخر، يجوز ان انا اروح للشخص الاخر ده اقول له انا كنت ساعتها يعني انا كنت غلطان وانا كده علي ذنب وانا بستغفر الله من هذا الذنب، والكلام اللي انا قلته ده مش صحيح عنه. يكذب نفسه وبين يدي من فعل، يكذب ان تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده، وان تستحل من صاحب، ترجع لصاحب اللي هو اللي انت اغتبته او بهته او شتمته، ترجع له ان تستحل من صاحبه ان امكنك. أول حاجة أنك هي بتكذب نفسك في اللي أنت إما مع بينك وبين قلبك، لو كنت اغتبته بقلبك، ها، موغيبة قطعية يعني اغتبته قطعا بقلبك، ها، فتستبرئ نفسك من هذا، وده علاج للمرض القلبي اللي هو الغيبة والنميمة والبهتان والشتم. وبعد ذلك لو كنت اغتبته بينك وبين آخر شخص آخر، أنك أنت إيه تروح للشخص الآخر ده وتقول أنا كنت كذاب في هذا في هذه الغيبة أو البهتان أو النميمة لأنها لا أصل لها عندي، وأنا بستغفر الله عن ذلك وأتوب. ضحك عليك، بس أنت برئت كده في جزء من مما يبرئ قلبك أمام الله تعالى، إلا من أتى الله بقلب سليم. خليهم يضحكوا عليه، قل له أنا عبيط، ما هو إيه أكثر أهل الجنة البول كما ورد في حديث. ليه؟ لأنهم قلبه أبيض، قلبه على سجيته، ما فيش غيبة ونميمة والأمراض والأدواء والسود والقلب الأسود ده، خلاص إيه دول أغلب أهل الجنة. فلأنك تبرأ منه في الدنيا وتعلم ده، لأنك أنت كده كأنك بتذكره ده في ربنا وفي غيبة ونميمة، والغيبة والنميمة دي من كبائر ولازم نتوب منها، فإن ضحك منك أنت كنت رسالة لي من الله تعالى ولو سخر منك. وبعدين تروح للإنسان الذي اغتبته أو بهته أو تكلمت أو شتمته وتستحل منه من صاحبي، وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك هذا إذا لم تخشى زيادة غيظ أو هيج فتنة في إظهار ذلك أو تجديده، فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لو خشيت، ما هو واحد إيه تيجي تقول لهم في ناس شداد قلبهم ظلم، ما عندهمش قبول للتوبة ولا قبول إيه، قلبهم مظلم خلاص، ها يعني تلاقي مثلا اهل الطريق والسلوك مع بعض، لو واحد قال للتاني انا اغتبتك يقول له عمي في السماح، اعمل اللي انت عايزه، ها انا مسامحك على طول. لكن لو في ناس شديده لو قلت له اغتبتك قال لي طب انا مقطعك اليوم القيامه ومش مسامحك، عندهم شده وغلظ كده
خلاص يقول لك انا مقاطعك مش هكلمك الى يوم القيامه، وانا مش مسامحك الى يوم القيامه ولا في يوم القيامه. طب لو جدته يعمل كده يبقى ايه؟ انتقل الى ما بعده، فان خشيت ذلك فالرجوع الى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا من في مقابلته، والاستغفار الكثير لصاحبه لمن ارتبته او ايه بهته او شتمته، تستغفر له وتستغفر لنفسك، اللهم اغفر لي وله. خلاص ده وجدت ان هو ايه كده، مش عايزين احنا نعمل ايه بين نختار اقل الشرين. لو انا قلت له لقيته هيغلظ ليا في الكلام ويقاطعني الى يوم القيامه فيبقى شر اكتر، فانا استغفر له والاستغفار الكثير لصاحبه. واما الحرمه بان خنته في اهله او ولده او نحوه فلا وجه للاستحلال واظهار ذلك والإظهار، لأنه يولد فتنة وغيظا، بل تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته، وتغفر له وتستغفر نفسك كثيرا. فإن أمنت الفتنة والهيجة وهو نادر فتستحل منه،